عشان يبيعوا الحمير دي كلحمة. لكن الحقيقة انه التصريح الرسمي اللي طلع بالحمير اللي مذبوحة اللي اتلقت في احدى القرى في الفيوم ده ما كانش عشان اللحمة. خليني أتأكد من هذا الخبر وارحب بالدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي. مساء الخير يا دكتور. مساء خير استاذ عزم. مساء خير يا فندم. انا قلت انه بالفعل لقيتوا في الفيوم عندكم مجموعه من الحمير المذبوحه اللي مرميه في الشوارع، لكن ما كانتش بغرض بيعها كلحمه، ولكن كان بغرض انها يتاخد الجلد بتاعها. اذا جلد الحمير كان هو الهدف. بالظبط يا فندم، زي ما حضرتك ذكرتي كده، يعني احنا يوم الجمعه بالليل رصدنا طبعا بعض الفيديوهات المنتشره على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بتفيد انه في جثث كامله لحمير وهياكل عظميه لحمير وهياكل. بالظبط بالظبط يا فندم، موجوده في منطقه صحراويه بمركز يوسف الصديق. طبعا يعني ده فين؟ في مركز يوسف الصديق. تمام تمام بالظبط كده. السيد المحافظ دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم على الفور شكل فريق. عرفته من السوشيال ميديا يا فندم ولا عرفته من 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 متابعه من اي مصدر تاني؟ ما هو يعني احنا عندنا حتى يعني تكييف يا شباب لو سمحتوا. اتفضلي يا فندم. يعني عندنا مركز طبعا اعلامي طبعا وبيرصد كل الفيديوهات المنتشره، يعني المركز على السوشيال. عرفته من السوشيال. بالظبط كده. نعم. بالظبط. طبعا اللجنه نزلت على ارض الواقع، لقت طبعا انه اعداد كبيره يعني بتصل كام الى حمار؟ كام لقيتوا كام حمار؟ حوالي 100 حمار. 100 حمار. وخليني اتكلم هنا انها معظمها 90% منها جثث كامله، وده اللي بيرجح طبعا انه ذبح الحمير كان لاستخدام جلودها وليس لبيع اللحوم. لقيتوا بقى ال 100 حمار دول من غير جلد؟ بالظبط كده. من غير جلد. بالظبط كده. بالظبط. طب كده. هم اتسرقوا ولا اصحابهم اللي ذبحوهم؟ يعني مين اللي عمل كده في الحمير؟ خليني اقول ان ده يعني ده من فتره، يعني ده يعني حتى الواقعه دي بقى لها فتره، لان يعني لما اللجنه نزلت لقت انه هي ما هياش الواقعه دي في القريب، ولكن التحقيقات جاريه دلوقتي في النيابه العامه. لمعرفه طبعا مصدر اللي ذبح الحمير. تمام تمام. يعني واضح انه المساله قد تكون سرقه، يعني واضح انه في حد هو اللي عمل كده مش اصحابها اكيد. بالظبط بالظبط كده. خلينا نتكلم ان الجزء الثاني، طبعا الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم وجه رؤساء مراكز المدن ومديريه الطب البيطري ومديريه التموين وفرع جهاز حمايه المستهلك علشان يتفقد وينزل يشوف مطاعم الكباب والكفته ويشوف ايضا السلاسل التجاريه والمحال. يعني بمجرد ما عرفتوا حضراتكم الخبر بلغتوا حمايه المستهلك انه ينزل بقى، والرقابه تنزل تشوف على محلات الكباب والكفته واللحمه والحاجات دي، الاجهزه التنفيذيه. بالظبط كده، علشان تنزل تشوف حتى سلامه المعروض من اللحوم في المحال حفاظا طبعا إيه؟ وسلامه المواطنين. لقوا ايه يا دكتور محمد؟ ما لقوش اي حاجه يا فندم الى الان، ما فيش اي حاجه خالص. كويس كويس كويس، كان تصرف كويس. طيب ال 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 يعني دي الواقعة تعتبر الاولى اللي حصلت في الفيوم انه يتم رصد 100 حمار منزوع الجلد. الواقعة دي اتكررت خلال 3 سنوات الماضية حوالي 3 مرات. 3 مرات، يعني كل سنة بتحصل من 3 سنين. بالظبط كده. وعرفتوا اسباب السنين اللي فاتت؟ خليني اقول لحضرتك احنا مش عارفين السبب الرئيسي ايه، ولكن محافظه الفيوم طبعا من المحافظات القريبه للقاهره الكبرى وبتربطها يعني في طرق رئيسيه مربوطه كبيره. بالظبط كده. وهي وكل ما بنرصد هذه الواقعه المؤسفه طبعا بنلاقيها على اطراف المحافظه وبنلاقيها طبعا في اماكن صحراويه. طيب هل لو انا بتصور، طبعا انا ما اعرفش الحقيقه دكتور محمد، انه لو في حد حماره اتسرق اكيد كان هيبلغ ولا ايه؟ بالظبط، يعني هنرصد ان في اي يعني وقع سرقه لحمار او ما شابه ذلك. ايوه ايوه تمام تمام.
هنتابع. وبشكرك للتوضيح دكتور محمد التوني، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.